انطلاقة موفقة أعزائي الجمهور والحضور الكريم، 10 من المهرات يشاركون في الشوط الثالث مسافة 1200 متر. بيلا تشاو من الجهة الداخلية تخطف الصدارة من الجهة الخارجية، الرافال بسرعة الرافال وصالح المري من الجهة الداخلية الوصافة مع بيلا تشاو. في الترتيب الثالث بركة المجد، في الترتيب الرابع نشاهد ندم العمد، ومن الجهة الخارجية جبهات خطوة بخطوة. في الترتيب الثاني كيالت آتث ثم مارسينغ وكلوي. في الصدارة لا يزال الجواد رقم 9 رافال بوضع اليد، ومن الجهة الوسطى كليات، ومن الجهة الخارجية جبهات. 400 متر على خط النهاية، الصدارة مع رافال وبيلا تشاو. بيلا تشاو في محاولة، ولكن لا تزال رافال مستمرة في الطيران. ناصر فهد راشد الخيارين الهجري وصالح المري، ولكن بيلا تشاو في محاولة قوية، رافال إلى المركز الأول، مبروك. ونتائج الشوط الثالث أعزائي الجمهور والحضور الكريم، جاب المركز الأول الجواد رقم 9 رافال، ملك سيد ناصر فهد راشد الخيارين الهجري، والفارس صالح سالم المري، والمدرب فهد راشد الخيارين. مبروك بتوقيت وقدره دقيقة و15 ثانية و14 جزء من الثانية. في الترتيب الثاني جاء الجواد رقم 4 بيلا تشاو، ملك الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن ثاني آل ثاني، والفارس أنس السيابي، والمدرب محمد خالد الأحمد. في الترتيب الثالث جاء الجواد رقم 7 كيلا آت ملك الثمامة ريسينغ، والفارس كلوي مغون، والمدرب محمد حسين أفروز. في الترتيب الرابع جاء الجواد رقم 5 جبهات ملك سادة مربط إنجاز، والفارس توماس لوكاسيك، والمدرب جهاد خالد الأحمد. وفي الترتيب الخامس جاء الجواد رقم 6 جمرة ملك السادة بناء سالم فدغم عامر الهجري، والفارس راشد علي الصاق المري، والمدرب خليفة بن حمد بن ناصر الصواعي. ألف مبروك لأصحاب المراكز المتقدمة، وحظا أوفر للذين لم يحالفوا الحظ. أعزائي الجمهور ابقوا معنا لتسعة أشواط متبقية.